بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، التواصل ما زال مستمرا هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا من أرضية هذا الميدان. نحن دائما أتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين الحاضرين. طيور راشد بن حميد بن حارب بن مهيري على المركز الأول، بينما اللي في المركز الثاني هناك وطن لمحمد بن علي بن سلطان الهاشمي على الثاني المراكز، غيرت إلى المركز الأول، بينما المركز الثالث شهاليل حمدان بن سلطان بن محمد بن خليفة الشامسي. المركز الرابع شعر الرزي هناك من الجانب الثاني حاضرا إلى رابع المراكز، والأشعار سعيد بن علي بن واس الاجتبي حاضرا مع رابع المراكز ومرهية، بينما اللي في المركز الخامس هناك شوشرة عامر بن محمد بن سالم الوهيبي، وسادس المراكز زاهية مطرب سعيد بن حلوة. وفي المركز السابع هناك اللي وصلت سابع المراكز اللي من الجانب هذا الجانب أدنك مطرب بن علي بن علوان الاجتبي، صاحب الأسامي الجميلة، صاحب الأسامي المبدعة، صاحب الأسامي الخطيرة في هذا العالم، بو علي. يا سلام يا بو علي على هذا الأداء الجميل. بينما اللي في المركز الثامن، اللي في المركز الثامن مشغل مبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري. وفي المركز التاسع اللي وصلت ما شاء الله تبارك الرحمن انذار خليفة بن مصبح بن خليفة بن مصبح الأغفلي. وفي المركز العاشر هناك ملزومة لمنصور بن سيف بن خلفان لغويس السويدي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. مستمعينا الأعزاء، جمهورنا الكريم، حضورنا المميز، متابعا لكل هذه الانطلاقات الجميلة، مشتاقين للأكثر والأكثر ما شاء الله من تحطيم الأرقام في هذا الأيام، في هذا العالم، في هذا اليوم الجميل، يوم انطلاقات ما شاء الله. سن اللقاي، أذهب إلى الصدارة، أذهب إلى مشغلة، أذهب إلى بن حلوة مطار بن سعيد بن حلوة الاجتبي، المركز الثاني وطن محمد بن علي بن سلطان الهاشمي، وثالث المراكز شهاليل حمدان بن سلطان بن محمد بن خليفة الشامسي. وفي المركز الرابع هناك تأتي شوشرة عامر بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس ما شاء الله مشغلة مبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري، وسادس المراكز ابناء بن شاسب خليفة بن سيب بن شاسب المسافري مع مفنودة. وفي المركز السابع اللي في المركز السابع ما شاء الله توأدنك مطار بن علي بن علوان الاجتبي. وفي المركز الثامن ذخيرة سلطان أو سيف بن سلطان بن محمد العواني. وفي المركز التاسع ما شاء الله انذار خليفة بن مصبح بن خليفة الأغفلي. وفي المركز العاشر اللي وصلت في هذه اللحظات الجميلة هناك شهوب لحمد بن الضعيف بن خديار الاجتبي. هكذا أيها الإخوة التواصل، هكذا العنوان، هكذا الناموس. ولكن 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 وين مشغلة ما شاء الله، وين مشغلة يا بن حلوة مطر بن سعيد بن حلوة الاجتبي اللي يقدمها على المركز الأول. المركز الثاني هناك شوشرة عامر بن محمد بن سالم لوهيبي يأتي ثاني المراكز. المركز الثالث من الجانب الثاني وطن تأتي ثالثا محمد بن علي بن سلطان الهاشمي. المركز الرابع ما شاء الله تبارك الرحمن متعبة سلطان بن علي بن سلطان الهناوي حاضرا. هكذا كانت نتيجتنا أيها الإخوة للمراكز، دعناها عليكم بالفو التمام. ولكن 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 الله، شوف اللي غيرت، شوف اللي تلفت يمين ويسار تدور راعيها، تدور مضمرها، تدور حبيبها في هذا الشوط. يلا 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 يا راعي شوشرة شوشرة عامر بن محمد بن سلطان الوهيبي الوهيبي إلى الأمام إلى الأمام إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط إلى مقدمة الشوط. اسم الله بس.
بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. راقب التوقيت يا خليل دخيلك راقب توقيته راقب توقيته وقت توقيت صح ما شاء الله. شوشرة عامر بن محمد بن سالم اللوهيبي اللوهيبي إلى الأمام يا اللوهيبي إلى مقدمة الشوط يا اللوهيبي. سلام 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 للشوشرة عامر بن محمد بن سالم اللوهيبي المركز الثاني السيد خالد حميد بن حارب المهيري المركز الثالث. أيها الأخوة اللي في المركز الثالث توقيت زمني 6 دقائق 2:16 الجزء الثاني.